السلام عليكم. يلا نكمل شرح الباور سيريز. ده الموضوع الأخير بالنسبة لها وبالنسبة للسيريز كامل. آخر شيء بالشابتر اللي هو differentiation and integration of power series، كيف بدنا نشتق ونكمل power series. طبعا هون راح نحكي عن شغلتين أو في إن هدفين. أول شغل إنه كيف نشتق الباور سيريز ونكملها. الشغل الثاني إيش راح نستفيد من مشتقات الباور سيريز أو تكاملها. إيش الهدف اللي أخذناه أو من إنه بدنا نعرف كيف نشتقها، طبعا حتى نكون سيريز لبعض الفانكشنز من خلال الاستفادة من المشتقات أو التكاملات. فالثيرم لت اف اكس مجموع اي كي اكس هو كي في باور سيريز، والراديوس اوف كونفيرجنس ار دن. إذا كان الراديوس للكونفيرجنس لهي السيريز هو ار دن اف فتحة للاكس، وهي اف فتحة للاكس هي دي على دي اكس لسميشن اي كي اكس هو كي، ويساوي summation دي على دي اكس ل اي كي اكس هو كي، ويساوي طبعا مشتقة summation. دخل summation داخل رمز، ندخل المشتقة داخل رمز المجموع هيك، بعدين نشتق مشتقة. طبعا كل شيء ما في اكس هو constant، احنا بنشتق بالنسبة ل اكس، فال اي كي راح تضل اي كي، مشتقة اكس هو كي هي كي في اكس هو كي ناقص واحد. طبعا هون راح كانت تبدأ من الزيرو صارت تبدأ من الواحد، لأنه أول حد كونستانت فمشتقته كانت صفر ما ظهر أو راح، فصارت البداية من الواحد. التكامل، تكامل اف اكس دي اكس هو تكامل السميشن. تكامل السميشن دخل التكامل جوا رمز المجموع بصير سميشن التكامل، وبنكامل احنا بالنسبة لإكس فا اي كي كونستانت. تكامل x قوة k هو x قوة k زائد واحد على k زائد واحد. طبعا في عندنا ثابت التكامل اللي احنا بنعرفه لما يكون التكامل غير محدود اللي هو زائد c. بحكي لنا انه f فتحة و f كمان راح يكونوا convergent بنفس ال r، بنفس ال radius of convergence اللي هو r. فإذا كانت السيريز أو الباور سيريز لها radius r و interval i، فكمان مشتقاتها وتكاملاتها راح يحافظوا على نفس الانترفال ونفس الراديوس. هاي توضيح دي على دي اكس لمجموع اي كي في اكس قوة كي من كي تساوي زيرو الى المالا نهاية، هي دي على دي اكس لا فكينا رمز المجموع، هي اي زيرو زائد اي وان اكس زائد اي تو اكس تربيع وهكذا. طبعا مشتقة الاي زيرو راحت، كانت تبلش من الزيرو راحت صارت تبلش من اي وان، فمشتقة اي وان في اكس هي اي وان، مشتقة اي تو في اكس تربيع هي اثنين a2x، مشتقة a3 في x تكعيب هي 3 a3x تربيع وهكذا. كمان التكامل، تكامل مجموع ak في x قوة k dx هو تكامل هالسيريز اللي هي a0 a1x a2 وهكذا. طبعا شو التكامل إلها؟ تكامل a0 هو a0 في x، تكامل a1 هو a في a1x، a1x هو a1x تربيع 2 زائد a2x تربيع هي a2x تكعيب 3 وهكذا. يعني هذا اللي احنا بنسميه term by term differentiation او term by term integration، انه تكامل كل حد بحده او تشتق كل حد حده. فكتبناها واشتقينا كل حد لحال، ونفس الحكي كملنا كل حد لحال، فهو term by term integration او term by term differentiation. وبشكل عام لو بدنا المشتقة n، المشتقة n فدي n على دي اكس قوة n لمجموع a k x قوة k هو summation دخل المشتقة لجوا دي n على دي اكس قوة n ل a k في x قوة k، بنشتق n من المرات، a k constant نشتق طبعا ال x قوة k. الكونفيرجنس نفس الحكي، إذا كان الراديوس r كمان المشتقة رقم n إلها نفس الراديوس اللي هو r للمتسلسلة الأصلية. والتكامل على فترة، التكامل المحدود على فترة، فالتكامل من c إلى d لمجموع ak x قوة k، طبعا التكامل بضل يبدأ من 0، كان يبدأ من 0 بضل يبدأ طبعا من 0. فتكامل هالمجموع راح يساوي مجموع التكامل، طبعا ak constant طلعتها برا التكامل، بدي أكامل من c الى d x قوة k، طبعا بنكامل بعدين نعوض بحدود التكامل. فالشرط انه هاي الفترة تكون موجودة في فترة الconvergence، بحيث انه c دي ضمن الفترة i اللي هي الانترفال اوف convergence.
طبعا مجمل هالحكي بحكي انه اذا كان الباور سيريز اي كي سميشن اي كي اكس او كي از كونفيرجنت وذ راديوس ار اند انترفال اوف كونفيرجنس اي، اذا كانت فتره التقارب اي والراديوس هو ار، then the derivatives اي مشتقه derivatives of a k x او k اي derivatives لا الباور سيريز راح يضلوا convergent بنفس الفتره او على نفس الفتره وبنفس نصف القطر بنفس r is convergent with radius r and interval i اي مشتقه للباور سيريز راح تحافظ على نفس فتره التقارب ونفس الراديوس. وكذلك التكامل and its integration is convergent with radius r and interval i. فمثلا لو بدنا نطلع احنا بشكل عام الانترفال او الراديوس لمشتقة power series ما في داعي ان نشتقها، لانه الانترفال المشتقة والسيريز الاصلية لهم نفس الراديوس ونفس الانترفال، فلذلك كان نشتغل على السيريز الاصلية. مثلا بدي انا الانترفال للان ديريفاتيف، طبعا الان ديريفاتيف كثير وطويله وبجوز صعب ان نطلعها، فاحنا ما راح نطلع الان لانه السيريز نفسها لها نفس الانترفال او الراديوس اوف كونفرجنس. اعطينا مجموعه من الاكزامبلز كتطبيقات على المشتقات وايش بدنا نستفيد من المشتقات او التكاملات. مثلا اخذنا الاف اكس اللي هي مجموع كي زائد واحد على اربعه، كي زائد واحد في اكس هو كي، مطلوب مننا اف فتحتين والتكامل من صفر لواحد اف اكس دي اكس. هلا اف فتحه للاكس بدنا ندخل المشتقه داخل رمز المجموع، فبصير كي زائد واحد على اربعه اس كي زائد واحد هاي كونستانت، في مشتقه اكس قوه كي هي كي في اكس قوه كي ناقص واحد، هاي مشتقه اولى. مشتقه ثانيه نفس الحكي بدنا نشتق اللي هون، فكي زائد واحد على اربعه اس كي زائد واحد هي كونستانت في اوكي، بدنا نشتق اكس اس كي ناقص واحد مشتقتها كي ناقص واحد في اكس هو كي ناقص اثنين، هي اف فتحتين للاكس. الانترفال اوف كونفرجن طبعا احنا كنا حاسبين الانترفال اوف كونفرجنس لهي السيريز كان هو ناقص اربعه اربعه والراديوس كان اربعه، فاف فتحتين كمان له نفس الانترفال اللي هي من ناقص اربعه لاربعه واربعه، ولو طلب منا المشتقه العاشره راح يكون الانترفال من ناقص اربعه لاربعه والراديوس هو 4. التكامل من صفر لواحد اف اكس دي اكس راح هو تكامل من صفر لواحد للسيريز، دخلنا التكامل داخل رمز المجموع فهي كونستانت كي زائد واحد على اربعه اس كي زائد واحد خليتها برا، وبدي اكامل من صفر لواحد اكس قوه كي، بكامل بعدين بعوض. طبعا اكس قوه كي هي اكس قوه كي زائد واحد على كي زائد واحد من صفر الى واحد، عوضنا بالواحد بعدين نطرح تعويض الصفر. طبعا عند الواحد هي واحد، طبعا هي راحت كي زائد واحد مع كي زائد واحد هون، فبضل عندنا واحد اس كي زائد واحد اللي هي واحد على اربعة اس كي زائد واحد اللي هي جيومتريك سيريز. وعند الزيرو طبعا اذا اكس زيرو كل المقدار راح يروح للزيرو. طبعا لاحظتوا احنا لما اعطينا الانتجريشن على الفتره 0 1 هي من ضمن فتره التقارب من ناقص 4 الى 4. Example 2 بدنا an expansion of the following function. اكتب الاقترانات التاليه على شكل سيريز. بدنا نكتب هاي الاقترانات على شكل سيريز. الاقتران 1 على 1 ناقص اكس تربيع، رح نستفيد طبعا من الديفرنشيشن والانتجريشن للباور سيريز. فبحكي لنا انه واحد على واحد ناقص اكس الكل تربيع هي مشتقة واحد على واحد ناقص اكس. طبعا شو مشتقة واحد على واحد ناقص اكس؟ هي ناقص العدد ناقص واحد على المقام تربيع هي مشتقة طبعا المقام اللي هي ناقص واحد، يعني راح تكون يعني مشتقة واحد على واحد ناقص اكس هي واحد على واحد ناقص اكس تربيع. طيب فهي دي على دي اكس؟ لا، واحد على واحد ناقص اكس هي جيومتريك، هو سميشن لجيومتريك سيريز. فشو السيريز اللي لواحد على واحد ناقص اكس؟ هاي عندنا اي على واحد ناقص ار، هو سميشن اي لواحد في ار قوه كي، الار هي اكس، اخذنا هاي الطريقه سابقا. فدي على دي اكس لمجموع اكس قوه كي من كي تساوي 0 للانفينيتي، طبعا بشتقها هي كي في اكس قوه كي ناقص واحد. اذا واحد على واحد ناقص اكس الكل تربيع هي مشتقه واحد على واحد ناقص اكس، وبالتالي هي السيريز
مجموع كي اكس هو كي ناقص واحد من واحد الى المعنى، فهي الاكسبانشن لواحد على واحد ناقص اكس الكل تربيع. كمان راح نستفيد من هنا، اخذنا مشتقة واحد على واحد ناقص اكس، هنا نستفيد من تكاملها. فمثلا اذا بدنا اكسبانشن او باور سيريز للن واحد ناقص اكس، هلا لن الواحد ناقص اكس هو تكامل واحد على واحد ناقص اكس. شو تكامل واحد على واحد ناقص اكس؟ هو لن واحد ناقص اكس طبعا على مشتقة الواحد ناقص اكس اللي هي ناقص واحد، فهو ناقص واحد على واحد ناقص اكس في دي اكس. نفس الحكي، هاي الها باور سيريز اللي هي مجموع اكس قوة كي، وهاي الماينس برا، فبدنا نكامل. دخلنا التكامل جوا رمز المجموع، فكاملنا اكس قوة كي، صارت اكس قوة كي زائد واحد على كي زائد واحد من كي تساوي زيرو للانفينيتي، وهاي عندنا الماينس، وفي هون طبعا بلس سي. هلا ممكن احنا نحسب قيمة سي كي، روح نعوض بدل اكس بالزيرو، فبدل اكس بالزيرو، فهون هذا الطرف اذا حطينا بدل اكس زيرو بيطلع لنا الواحد اللي هو صفر، هذا الطرف اذا حطينا بدل اكس زيرو رح يصير مجموع زيرو زائد سي، فلن الواحد لن الواحد رح يساوي صفر زائد سي، يعني سي لن الواحد زيرو طبعا، فاذا سي تساوي صفر، سي هي زيرو. بالآخر الصف المجموع هو أو هي اللين واحد ناقص إكس هو ناقص إكس هو كي زائد واحد على كي زائد واحد من كي بتساوي زيرو إلى اللامعلومة. نفس الحكي، لين خمسة زائد إكس، ألم نكتب السيريز اللي لا مشتقتها؟ طبعا هاي اللين الخمسة زائد إكس هي تكامل واحد على خمسة زائد إكس. طب واحد على خمسة زائد إكس هو مجموع جيومتريك سيريز، بس بدها تكون هون واحد ناقص ار، فهي عملناها هون خمسة عامل مشترك، بصير واحد زائد اكس على خمسة، يعني الار هي ناقص اكس على خمسة، فإذا راح تكون مجموع ناقص اكس على خمسة الكل هو كي، وفي الواحد على خمسة هاي اللي طلعناها عامل مشترك، رجعنا دخلناها فصارت بدل خمسة اس كي خمسة اس كي زائد واحد. إذا واحد على خمسة زائد اكس هي مجموع ناقص واحد اس كي في اكس هو كي على خمسة أس كي زائد واحد، فإذا هاي بصير تكامل هالسيريز. ندخل التكامل داخل رمز المجموع، بصير مجموع ناقص واحد أس كي على خمسة أس كي زائد واحد بتضل زي ما هي، إكس قوة كي تكاملها إكس قوة كي زائد واحد على كي زائد واحد زائد سي. بنفس الطريقة هلا إذا بدنا نحسب سي، بدنا نحسب الكونستانت أو ثابت التكامل سي، راح نحط هون محل إكس زيرو، بصير هذا الطرف لن الخمسة يساوي، حط بهذا الطرف زيرو، رح يطلع السميشن الزيرو هو زيرو زائد سي، فلن الخمسة بتساوي صفر زائد سي، إذا سي تساوي لن الخمسة. مثال أربعة، بدنا expansion أو series of tan inverse x. هلا tan inverse x هي بشكلها ما رح نعرف مباشرة، فبدنا نستفيد من مشتقاتها أو تكاملاتها. طبعا إحنا بنعرف مشتقتها، فمشتقة tan inverse لأنه بنستفيد من الديفرنشيشن والانتجريشن للباور سيريز، فمشتقة tan inverse واحد على واحد زائد x تربيع، واحد على واحد زائد x تربيع هي summation of geometric series infinite geometric series أساسها أقل من واحد، فإذا بكون هون ال r ناقص x تربيع، فإذا هي مجموع ناقص x تربيع أس k اللي هي ناقص واحد أس k في x أس 2 k من صفر إلى ما لا نهاية. بدنا نكامل دي على دي اكس لتان انفرس، احنا ما بدنا مشتقتها، بدنا هي، رجعنا كاملناها، فتكامل دي على دي اكس لتان انفرس اللي هو تان انفرس، اللي هو طبعا تان انفرس. طيب راح يساوي تكامل هالمجموع، تكامل المجموع الثوابت ناقص واحد اس كي في تكامل اكس اس 2 كي اللي هي اكس اس 2 كي زائد واحد على 2k زائد 1 وهي زائد c. بنفس الطريقة بدنا نحط محل x صفر، فبطلع مثلا tan inverse 0 بتساوي 0 زائد c، طبعا tan inverse 0 هو 0، فإذا c كمان هون تساوي 0. ال radius of convergence لناقص 1 اس k في x اس 2k هي اللي هي مشتقة tan inverse، والتكامل هالمشتقة هاي لهم نفس ال radius اللي هو لو جربتوه رح يطلع معانا
1 نفس الهدف من الأمثلة المتبقية. find a power series of كذا، أو ممكن نحكي find the integration. فعندنا power series للانتجريشن، أو نطلعها الانتجريشن تكامل دي x على 1 زائد x هو 4. فطبعا هاي لو ما بطرقنا اللي بنعرفها يمكن ما نعرف نكاملهم، فهون في مجال إن نكاملها من خلال السيريز. فتكامل هاي 1 على 1 زائد x هو 4، هو مجموع جيومتريك سيريز، بكون ال r إلها ناقص x هو 4، فبكون فيها summation ناقص x هو 4 أس كي r أس كي من 0 إلى ما لا نهاية، وإحنا بدنا نكامل هالسميشن، بصير سميشن للتكامل. طبعا ناقص 1 أس كي بتضل x أس 4 كي، بصير 4 كي زائد 1 على 4 كي زائد 1 زائد سي. إذا هذا التكامل هو هالمقدار طبعا من صفر إلى، أو هالسيريز من صفر إلى ما لا نهاية، أو هاي هي باور سيريز للتكامل. بنفس الطريقة تكامل إي قوة ناقص إكس تربيع، جزء طرقنا ومعلوماتنا اللي إحنا بنعرفها عن التكاملات ما فينا نكامل إي قوة ناقص إكس تربيع لغاية معلوماتنا البسيطة اللي أخذناها بكالكولاس 2، بس من هون باستخدام السيريز ممكن إنه نكاملها. فبدنا نكتبها على شكل سيريز وبعدين نكامل إي قوة ناقص إكس تربيع، راح نستفيد من السيريز للإكسبوننشال فانكشن، إي قوة إكس بدل إكس راح أحط ناقص إكس تربيع، فهي مجموع إكس أس كي على مضروب كي، لكن هون الإكس بدلها بدي أحط أنا ناقص إكس تربيع، فهي مجموع ناقص إكس تربيع أس كي على مضروب كي. طبعا هي ناقص 1 أس كي إكس أس 2 كي على مضروب كي. فتكاملها هو مجموع التكامل، دخلنا التكامل داخل رمز المجموع، فبصير مجموع اللي ما فيهم x ناقص 1 اس كي على مضروب كي هن كونستانت، بدنا نكامل x اس 2 كي اللي هي x اس 2 كي زائد 1 على 2 كي زائد 1 زائد سي. هي عندنا الباور سيريز او تكامل اي قوة ناقص x تربيع على شكل سيريز او باور سيريز. بنفس الطريقة التكامل من 0 ل x للمن الواحد زائد t على t، برضه ممكن ما نعرف نكامله بدون السيريز، فرحنا حولنا لسيريز وبعدين كاملنا. فلن واحد زائد t على t، طبعا لن الواحد زائد x هي تكامل 1 على 1 زائد x. طيب 1 على 1 زائد x مجموع جيومتريك سيريز، اذا هي مجموع ناقص x ال r ناقص x قوة k، يعني ناقص 1 اس k في x قوة k. هلا تكاملها هو ناقص 1 أس كي في إكس أس كي زائد 1 على كي زائد 1، وإحنا ما بدنا لن الواحد زائد إكس، بدنا لن 1 زائد إكس على إكس لأنها على تي، فلو قسمنا على إكس هون بدنا نفس السيريز مقسومة أو مضروبة في 1 على إكس، فبصير هون إكس أس كي زائد 1 على إكس اللي هي إكس أس كي، فهي لن 1 زائد إكس على إكس. إذا لن 1 زائد تي على تي هي مجموع ناقص 1 أس كي في تي أس كي على كي زائد 1. طبعا بدنا نكامل إحنا من 0 إلى إكس، فبنكامل وبعدين نعوض بالفترة من 0 إلى إكس. تكاملها هاي هو ناقص 1 أس كي بتضل هون تي أس كي، تكاملها تي اس كي زائد 1 على كي زائد 1، في كي زائد 1 وكي زائد 1 من التكامل صارت كي زائد 1 تربيع، هون هي تي اس كي زائد 1. لما نعوض من 0 لاكس راح نحط بدل تي اكس، وعند الزيرو بتروح بصير كله 0، فاخر شيء بتصفي معانا ناقص 1 اس كي اكس اس كي زائد 1 على كي زائد 1 تربيع من صفر الى ما لا نهايه. طبعا الموضوع كان بسيط، واخر شيء يعني هي ماده ما عليها معلومات كثيره، هي معلوماتها مهمه كثير، ولكن نفس الافكار كلهم انه نستفيد من تكامل او مشتقه الباور سيريز في انه نطلع باور سيريز لاقترانات، طبعا من خلال مش نفس الاقتران، خلال اما مشتقته او من خلال هو تكامل، يا انه هو بكون مشتق الاقتران احنا بنعرف السيريز له، او هو تكامل الاقتران برضه احنا بنعرف السيريز له، فبالتالي بنكتبها بنكامل او بنشتق حسب شو مطلوب من السؤال.
يعني كان الهدف من مشتقات وتكامل الباور سيريز إن نعمل expansion لفانكشنز من خلال الاستفادة من مشتقاتها أو تكاملاتها. وما تنسوا إنه إذا سألنا عن الradius والinterval of convergence لأي سيريز بعد تكاملها أو بعد مشتقتها رح يضل نفس ال convergence الانترفال اوف كونفرجنس او الراديوس للسيريز نفسها، فما في داعي ان نشتق او نكامل حتى نطلع الانترفال او الراديوس نطبق على نفس المتسلسل. هذا الموضوع النهائي تقريبا. هيك احنا خلصنا الشابتر تاع السيريز، راح بس اعطيك شوية اسئلة عليه. في منها حطيت لها طبعا بعض الحلول، على كل الاحوال انتوا حلوا وشيكوا على الأجوبة النهائية. يعطيكم العافية.